نظمت جمعية الشارقة الخيرية للأسر المسجلة في كشوف الجمعية والمستفيدين من خدماتها وزائريها متجرا خيريا يقدم مجموعة من المنتجات المتنوعة وبأسعار رمزية تحفظ كرامة المشتري. بمنتجات تنوعت بين الملابس والقرطاسيات والعطور والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية، فتحت جمعية الشارقة الخيرية متجرها الخيري الذي يعرض بعض السلع الاستهلاكية التي تخدم الأسرة سواء كانت مستفيدة من خدمات الجمعية أو باقي أفراد المجتمع. هاي فكرة مو بوليدة اليوم، هاي فكرة اخوان يعني بذلوا مجهود فيها وحاولوا ان فينا نحن بضائع كثيرة متبرعوا بالذات من بعض المحلات اللي بتطلع في اوقات زكواتهم واوقات هذا يتبرعون بمواد عندهم للجمعية، نحن نقوم بتوزيعها، فاصبحت يعني نحن نفكر ان دائما في الاستقرار الأسري، نفكر في كرامة الإنسان، نفكر في كيف يعني ان هذا بيستلم هو رضا نفس. وصلنا الى قناعة ان ناخذ مساحة في 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 الجمعية ونسويها كمتجر. البضاعة الموجودة عندنا ولله الحمد كلها جديدة، يعني سواء كانوا من متبرعين من الناس نفسهم او من شركات يبون يحاولون يساندون الجمعية بهذا الشيء. الجميع يدخل هني، لا ما في محتاج ولا عندنا في تاجر ولا غيره، الجميع يدش هني وياخذ البضاعة بسعر رمزي بسعر طيب إن شاء الله مقبول للجميع. تقوم الجمعية بالحصول على هذه البضائع من خلال تبرعات بعض المحسنين وذلك بعد تسعيرها، سواء كانت هذه التبرعات من خلال محلات صغيرة أو متاجر أو أصحاب مشاريع أو من خلال شرائها من الموردين لتقدم للمستفيدين بسعر التكلفة. مشروع خيري جدا رائع، في بضاعة جيدة، بضاعة جديدة، وخاصة من ناحية الأسعار، يعني الأسعار صايرة عم تغطي الطبقة الدنيا والطبقة المتوسطة حتى، اللي عنده عيال، اللي عنده أولاد، في قرطاسية، في لباس، في عدة أمور، في مواد تنظيف، يقدر يعني يحصل لبيته أمور أشياء وأمور بأسعار بسيطة ويقدر يغطي مصاريفه والحمد لله رب العالمين. على قد الإنسان على قد راتبه ممتاز جدا جدا. يعني على قدر الإنسان وعيشته ممتازة خالص خالص، كلام جميل من بعضه. وأنا وجهة نظري عامة أنه هذا أرخص من السوق بكثير. المتجر يعتبر مرحلة أولى، حيث تستعد الجمعية لإنشاء متجر مشابه مخصص لبيع الأثاث ولوازمه، كما ستوزع هذه المتاجر على كافة فروع الجمعية في الإمارة. جمعية الشارقة الخيرية ومن خلال إقامتها لمتجر الخير تسعى دائما إلى خدمة المحتاجين بالشكل الذي يليق بآدميتهم ويصون كرامتهم. لأخبار الدار فايزة الضرحاني.